رحلتي مع الخيل كانت قديمة جداً، يعني بدأت منذ الصغر، لكن ابتدأت رحلتي مع المهارات أو الفنون القتالية من على ظهر الخيل من قرابة 3 سنوات. طبعاً في السعودية يعني يقال عن المرأة القوية، يقولوا عنها أخت رجال وبنت رجال، فإن شاء الله يا رب يعني نكون سبب أو مؤثرة على الكثير من الفتيات والسيدات في المملكة العربية السعودية في الدخول في هذا المجال وقضاء الوقت إن شاء الله في الأشياء المفيدة التي تفيدهم إن شاء الله. طبعاً الآن يعني سبحان الله هي بدأت هواية، بعدين مع قراءتي أكثر في المخطوطات العربية تحديداً بدأت أنظر لها كإرث، خلنا نقول مدفون، وإحنا أعدنا الآن إبراز هذا الإرث المفقود وإعادة إحياء أو نشره إن شاء الله بين أبناء وبنات العرب والعالم يعني ككل بإذن الله. كثير من السيدات يجون أول شيء أول مهارة صراحة يبغون يتعلمونها اللي هي الرماية على ظهر الخيل، طبعاً اللي يجون ما عندهم أحياناً خلفية في مجال الفروسية أو ركوب الخيل، فمبدئياً يتعلمون ركوب الخيل، إتقان ركوب الخيل ومن ثم تعلم المهارات الأخرى من على ظهر الخيل.